بميدالية ذهبية إن شاء الله. نعم حسين، أثناء نزال كاميرا بي إن سبورتس رصدت فرحة خيالية مطلقة لعائلة وأبناء مدينة إيماني خليف من خلال وجودك مع هذه العائلة هنالك في تياريت، كيف رصدت توقعاتهم في المباراة النهائية إن شاء الله؟ أكيد دائما الثقة كبيرة في إيمان، العارفون بشخصية إيمان أو القريبون سواء الأهل أو الزملاء، حيث أنجزنا روبورتاج مطول إن شاء الله سيبث لاحقا عبر قناة بي إن سبورتس. الكل يقول أن إيمان هي لديها شخصية مثابرة مقاتلة، هي التي لا ترضخ لمثل هذه الانتقادات والسهام، وبالتالي اليوم قبل المنازلة الكل كان يجمع أن إيمان سوف تنتصر وتفوز على تايلاندية. أكيد أن هناك ثقة كبيرة لأن هذه الحملة التي أريد من خلالها إبعاد وإدخال شك في نفس إيمان خليف أفادتها وجعلت منها وأعطتها دفعة قوية. اليوم أكيد المنازلة اليوم الجمعة ستكون إن شاء الله بميدالية ذهبية وتكمل مسار كيليا نمور التي أحرزت الميدالية في جمباز لأول مرة في تاريخ هذا الاختصاص، على أمل أن تكون الملاكمة النسوية الأخرى توثق تاريخها بأحرف من ذهب وفي ظروف ربما استثنائية لم نشاهد مثل هذه الحملة مثل ما تعرضت إليها إيمان خليف من الغرب الذي يدعي في كثير من الأحيان العدالة وضد العنصرية بين قوسين صح التعبير. كل هذه المسميات سقطت اليوم ورفعت من أسهم إيمان خليف إن شاء الله في النهائي. ونحن حسين منتظر الذهب من الذهبية إيمان خليف. شكرا لك من مدينة تياريت غرب الجزائر حسين مصالح، شكرا جزيلا لك.